وهذه 900. يا رب ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا معايا وعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لي اذا انا ظبطت ولا لا. مفيد وصحي، انا ما احب الاشياء المفيده اصلا كثير، احب الاشياء المضره اكثر من الصحيه. ولا تمنيت في يوم اني اصير صحيه بصراحه، بعدين ترجون ترجون يطلع لونه زي كذا. هذه مره مفيده عموما يعني مشاكل الفم. اهلا اهلا، يلا حيهم صباح الخير. بدينا يومي بكوفي، اول مره ابدا بكوفي، ولكني كنت مصدعه وما ادري، فقلت خلني اجرب الكوفي لعلي ينفع معي، وجدا طلع لذيذ اللهم لك الحمد. بس اني انا خففت رايي الكوفي. بعد كده هنفطر ايه بقى؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. اول حاجه جبت قاعده اكواب، بعد كده جبت الكوب وحطيت فيه عصير غازي. انا ما بشربش غازيات كتير على فكره، بس يعني دلوقتي يعني انا من زمان ما شربتش، فقلت ما فيش مشكله النهارده هشربه. يعني المهم انا خلصت من عصير في من فكره العصير دلوقتي. بعد كده هنشوف هناكل ايه. طعمه جميل جدا. بما اني من زمان ما اكلتش الفواكه، فقلت اليوم هضيف فواكه لفطاري بقى. الكرز كان جميل ولذيذ، بس العنب جدا تحفة، ما حصلتش. هي حاجة لذيذة كده ومسكرة، بسم الله ما شاء الله. البيض المسلوق، يعني تقريبا هو صحي الا شوي، ثلثين صحي والثلث غير صحي، بس يلا عادي مرة في الحياة ما يخالف. صباح الخير، اخيرا الحمد لله يا رب لك الحمد، سلمنا البحث وانتهينا. باقي لي يمكن بس واجب واحد راح اسويه، يمكن اليوم او بكره ان شاء الله باذن الله. هو اصلا 6 صفحات الى 5 صفحات، فان شاء الله لا ما راح ياخذ من الوقت زي هذا. ترى هذا ما اخذ من الوقت كثير، انا اللي الله يصلحني ما كنت معطيته وقت كثير، لانه والله مضغوطه. يوم الاحد تقريبا عندي اختبار، يوم الاربعاء عندي اختبار، فيعني ماني قادر اعطيهم وقتهم اصلا. شوفوا الحليب ذي، هذه عشان الفقدات اللي جت فمي، فقولوا انه مناسب مره. يب دفتري الحين ودي اكتب صراحه، كنت ناسيه بس ماني فاضيه. اكتب شو اسمه، باقي لي محاضرة واحدة او محاضرتين اصلا اللي ما كتبتهم من مواد مختلفة، يعني ان شاء الله انه يعني تسهلات. لو اكتب نصه وبعدين نصه عشان ما اثقل علي، وبس احنا كذا جاهزين. وبعدين راح يكون عندي بس حفظ، يبقى لي الحفظ ويبقى لي شو اسمه الترخيص الثاني، بخليه بكره ان شاء الله باذن الله. والترخيص مش بعد، بس تقريبا هذا اللي باقي لي. ان شاء الله اني انجز بسرعه يا رب يا رب. قراني بحط هذه، لان هذا لازم كل شوي تحطونه. هذه عشان هذه بس قرنفل، واللي هو شو اسمه مسمار، وشوي ملح وماء، ماء فاتر عادي. بعدين ترجون ترجون يطلع لونه زي كذا. هذه مره مفيده عموما لي يعني مشاكل الفم، سواء اللثة سواء الاسنان. اذا عندكم الم اسنان ترى مره انصحكم فيه، راح تدعوا لي. اللي جرب يقول لنا بالكومنتات، اللي يعني جربوا. انا طبعا ما شاء الله علي ختمت الام الفم صراحه، والحمد لله على كل حال. يلا خلاص خلينا نروح شو اسمه
نبدأ عشان نخلص إن شاء الله. الله يعين، أصلا المحاضرة هذه ناقص لها كم نقطة، بعدين ببدأ المحاضرة الجديدة إن شاء الله يا رب أنجز إن شاء الله. لو شوي أنا مالي خلق، بس بكتب لو شوي عشان بعدين قال شوي، عرفتوا؟ نرجع لكم يمكن بعد المغرب، نرجع لكم الحين إحنا الصبح، فأتوقع إني ما راح أرجع لكم إلا بعد المغرب يمكن. يلا مع السلامة. هلا يلا حيهم، وقت الغداء الوحداني طبعا، تقريبا وقت العصرية ببيتنا ما يصيرون صاحيين، أو إذا صاروا صاحيين يعني ما لهم خلق يتغدون بهالحزة يعني. أما أنا اليوم قررت إني أتغدى بدري عشان أكمل بحثي، لا حول ولا قوة بالله، الله ييسر يسهل إن شاء الله بإذن الله، اللي بحاول أخلص المبحث ثاني يوم أسلمه، وإن شاء الله بكرة نبدأ بالبحث الثاني، يا رب انه يمديني واقدر. طبعا غداي باذنجان وبطاطس، مرة حلو، مرة حلو، احب ذا. وهذه تامية، هذا عصير شمندر، عشان كذا شوي حطيت كثير. على فكرة عاد مو بذاك الزود، بالكاميرا واضح انها مرة شوي، بس لا عاد يعني مو بذاك الزود، بس اني ما احبه كثير، بس هو مفيد عرفتوا، فيعني ما لنا غدات عنه. المهم خلنا نتغدى ونعين الله خير ونروح نكمل بحثنا، عشان عندي محاضر الساعة 8، الله المستعان. صراحة أنا صراحة ما أحب خبز البر، بس حاليا ما عندي خيارات كثيرة، بيقولون خبز البر مفيد وصحي، أنا ما أحب الأشياء المفيدة أصلا كثير، أحب الأشياء المضرة أكثر من الصحية، فاهم؟ ولا تمنيت في يوم اني اصير صحيه بصراحه، بعد مستقبل ما ادري، بس حاليا لا والله. نقول بسم الله، ترى متعمدة ما حطيت كثير، هو فيه بس لان ما يصح، يصير فيه باقي بعدين يصير ماكول، بعدين ما اقدر ارجعه مع عرفتوا. فالواحد افضل شيء اذا اكل يزيد أكله ما يخالف، يعني لا تحطون كثير بعدين تصيروا ما تبدكم بعدين، عرفتوا؟ وبكذا خلصنا فلوقنا لليوم، إن شاء الله عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله بنكهة جديدة إن شاء الله. زبطوا قولي لي بالكومنت ها زبطوا ولا لأ، وعايزين إيه اللهجة الجاية. مع السلامة.